صحة شربتكم، مساء الخير، تحية لكم الكل متابعي الإكيب مونديال في عدد جديد الإكيب مونديال. إن شاء الله الليلة نرجع على أخبار المنتخب الوطني تقريبا قبل 3 أيام من السفر إلى روسيا لمواجهة إسبانيا، ومن ثم دخول الرسمي في مونديال روسيا 2018. الليلة كيف نحكيو على منافسين المنتخب البلجيكي والمنتخب الإنجليزي، تحليل لطريقة لعب كل منتخب، نقاط القوة والضعف. إن شاء الله إذا كنت تابعونا الليلة تتعرفوا يعني بشكل كبير على المنتخبات هذيا اللي هي المنافسين نتاعنا في المونديال. عن نضيف الليلة الحقيقة التقديم نتاعو ينجم يكون ساهل كما ينجم يكون صعيب، في كل الحالات هو شخصية قبلوها التوانسة فيسع فيسع، حبوه في المنتخب الوطني، ممكن شكله ساعده في انه يكون يعني الانتجراسيون تصير فيسع فيسع، نحكي خاصة بارابور للبوبليك التونسي وجمهور المنتخب الوطني، هو حارس المنتخب معز حسن. مرحبا معز. مرحبا. شنو أحوالك؟ الحمد لله. وانت يظهر لي جارديان المنتخب يستاهل تحية ولا؟ شنو أحوالك؟ صافا معز، تتكلم شوية بالعربي ولا تتكلم شوية بالعربي؟ شوية معناتها مكسر شوية عربي شوية، مي تو نجرب نحكي معكم بالعربي خير. نفهموك في كل الحالات. بجنبك معز، واحد من أول المحللين في تونس اللي قال معز حسن يستاهل يكون في الكاج ويستاهل يكون الحارس الأول المنتخب اللي هو ناصر البدوي. صح شريفتك، مرحبا ناصر. أهلا بيك. صح شريفتك بصراحة. مرحبا. طارق العلامي ترجع بحذانا، خليت بلاصتك المرة الأخرى. مرحبا طارق. مرحبا. صح شريفتكم، البلاصة مليانه بخالد وبمنتصر وبالناصر زاد. بالضبط، انا لا انت مول القاعده. باه واضح. منتصر شنو احوالك؟ صح حشيتك. مرحبا خالد. للاسف مستني سيدي البوغوس نتاع القاعده اليوم معز حسن تبارك الله عليها راموس بعدين دونك تولي انت في المرتبه الثانيه اليوم خالد. بعد طارق واضح. اي سورتو طارق، خاصة حتى المخرج قال لي طارق راهو في المرتبة الأولى مش خالد، تنفع مفيها الحكاية. بارك الله فيك. باهي دونك معز نرجعوا نحكيو معاك، تعرفوا عليك معناها نعرفوا شوية تفاصيل على وجودك مع المنتخب، كيفاش جيت ليكيب ناسيونال، هذوما كل أسئلة نطرحوهم عليك، لكن قبل هذا الكل تقريبا أنت أول جارديان اللي زاد تعمل مهمة مؤذن في شقان الفطر مع المنتخب الوطني معز، يعني في مقابلة البرتغال وتركيا شفناك انك تطيح باش تعطي الفرصه لاصحابك باش يشقوا الفطار نتاعهم باش يشربوا حاجه باش ياكلوا شويه دقلك. كيفاش جاتك الفكره؟ فكرتك انت ولا شكون قال لك يعني؟ لا هي من الاول معناتها فما الكوتش يقول لي ياسين مريح تيح، وياسين يغزل لي يقول لي تيح شنو ناكلوا؟ واني مره نوا كيف قال لي ما فهمتش علاش لازم تيح وناكلوا، واني صايم معناتها في الملافيه. وقال لي 5 6 وبعد بعف البريباراتور فيزيك خليل بجي قال لي تيح، وبعد كيف الكره جاتني قلت خلينا نتيح، وبعد فهمت هما معناتها لازم نفطروا، وبعد جاب لي كيف سوانيخ دخل جاب لي دقله وجاب لي دبو سماء ونسق فطر. اي باهي، مشيت برشا على لي ريزو سوسيو في الفيسبوك وغيره، مش كان هذايا تنحكيو على لقطه اخرى تنشوفوا الصور كيفاش انت تيح بصحابك ياكلوا حاجه. منتصر معز حسن عنده شبه برشا من راموس، لدرجة أنه المصريين غلطوا فيه زادة وقت اللي عندهم حملة على راموس بعد ما ضرب لاعب منتخب المصري محمد صلاح، تبارك الله شبه كبير هكا ولا؟ هاي فيزيك ما هاي ما في هكا ديريكت كي شفناه مش كيما شفناه في التيلي، إلي ديفيرون إلي ديفيرون، مي سي أن جارديان امبوزون في الكاج، وجو تان لو فيليسيتي على لي بريستاسيون اللي عملهم على ليكيب ناسيونال، وإن شاء الله البريستاسيون جايين يكونوا خير من هكا ان شاء الله. ان شاء الله هنشوفوا من اللقطات وقت اللي معز حسن اعطى الفرصه لاصحابه باش يشقوا الفتره نتاعهم في مقابله تركيا والبرتغال خاصه. نشوف فيتيرو راجو. داولوها برشا النشطاء خاصة على فيسبوك وغيره معز، نزيدو نحكيو في أكثر تفاصيل. معز نبداو شوية من الأول، الشوا نتاع ليكيب ناسيونال، وهبي الخزري مثلا في تصريح للقناة الفرنسية قال سي لو شوا دو كور، هل هو كان اختيار القلب بالنسبة لك المنتخب التونسي معز؟
هو عنده معناتها شوية اني عندي نقولوا 3 ans عملته ديجا معني مع بابا وما ما تحكينا وانا معناتها انا دا اتوندو معناتها مني ندخل في ايكيب نولي تيتولير نلعب معناتها سيزون كامل pour ne jamais m'attendre à avoir fait l'équipe nationale. Moi, j'ai attendu, voilà, j'ai attendu à mes entraînements, jusqu'à j'étais téléphoné à Châteauroux, à une saison complète. Moi, alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Moi, j'ai choix, va et choix du cœur. J'ai moi, fait blast. Moi, j'ai à temps voulu. Ou moi, voilà, alhamdoulilah, c'est un choix du cœur. Moi, j'ai resté, moi, bah bon, même Tunis. Moi, j'ai jamais obligé de jouer à Tunis. J'ai jamais cherché ma France. Impossible. Tu comptes faire les jeunes avec l'équipe de France, hein, Kaoulé? لا بالحق هو كان مشيت مع لي جون معناتها خاطر بالحق ما كلمونيش كيف يعني كنت صغير ليكيب ناسيونال تونس ما كلمونيش ومعناتها ولا قعدت مع فرنسا وهي معناتها تراديسيون معناتها كيف انت في سانت فورماسيون في نيس وكل شيء معناتها ريبيتاسيون تاع غارديان معناتها كل ليكيب دو فرانس يجيو يهزوك معناتها معناتها حاجه عاديه مي فوالا كيف جاتني فرصه نتاع تونس معناتها خممتها ومعناتها ستا شوا دو كور وين نحب تونس وعندي من صغير يعني نجي هنا معناتها obligé à aller à l'équipe nationale mat. من اي جهه بالضبط انت في تونس معز؟ من اي جهه بالضبط في تونس؟ اني من تونس معناتها بابا مي ولد الشمخ بعد المهديه ومي من سكن. اي ساح لي بور يعني. ساح يا. والجمعيه شنو؟ جمعيتك اللي في تونس؟ ليتوال. ليتوال واضح واضح ما عرفش كان منتصر وخالد عندكم سؤال في السونس هذا لا معز منتصر. لا في السونس هذا لا مي بارابور اللي قالوا معناها اللي عملت لي سيليكسيون دو فرونس الكل في لي جون. ومن بعد سي جو رابيل بيان 19 عام معناها كلود بويل حطك تيتولير في نيس معناها 2014 2015 عملت اون بون سيزون اذا عملت 30 ماتش ان تونك تيتولير من بعد كيس كي سي باسي معناها لا سيزون من بعد باش خليتك في وسط السيزون خسرت بلاصتك وما عادش تلعب ومن بعد مشيت لانجلتير وما لعبتش كيف كيف معناها كنت في معناها فرنسا كامله يحكيوا عليك معناها سيتي لو غارديان لو فالور سيغ طالع عملت تري تري بون سيزون 2014 2015 من بعد ابار لا بليسيور خاطر نذكر يو بليسيور اونتخ تو شنو اللي صار باش خلاك خرجت من نيس ومشيت اون بري لانجلتير وبعد عاودت رجعت وكل هو شنو الواحد هو معناتها سي فغي الكوتش معناتها يما في فيت كونفيونس معناتها في سما حط النمبر 1 في الجمعيه نتاع نيس وبالحق معناتها السيزون الاولى تعدد بالاكدي من بعد ولا اون دير On va dire un manque de maturité, manque d'expérience. Je ne pouvais pas les gérer. On est jeune, on fait des erreurs. C'est vrai, fin une période, je suis concentré à l'échelle de l'entraînement. Voilà, le coach, j'ai que l'amener, je suis allé à la banque. اني بالك عندك التالون وكل شيء مي في التيران نحب رجال يخدموا ونحب شكون يمشي في الكومبا معناتها وقال لي معناتها شنو تحطك على البنك لازم تفهم معناتها كيفاش تفهم كيفاش تكبر وكيفاش معناتها ترجع بلاصتك. اي سا في كومسا معناتها. يعني شكون سهل لك الانتجراسيون في ليكيب ناسيونال من الملاعبيه شكون اللي عاونك اكثر ممكن دخلك في الجو؟ هو بصراحه كلهم معناتها يمون توس بين اكويي. سي ام كازري حتى ياسين مرياح حليم معلول ايمن بلبولي فاروق حتى معز بن شريفيه معناتها كلهم يمون بيان اكويي ومعناتها سي جو مي سون بيان اجوردي في ليكيب ناسيونال معناتها سي غراس ايو. نبيل معلول في تصريح معانا بعد مقابله تركيا بعد مقابله البرتغال قال معز احسن بدل الكلاسمون تاع لي غارديان في تونس. شنو التعليق نتاعك؟ لا يعني تعليق مشان معناتها اني هافايش معناتها الياخشي بولاستون ما نغزرش يعني الكوتش يعطيني ماتش باغ ماتش كيف معناتها يقول لي اش تلعب بورتوغال نلعب ومعناتها نحط جو مي 100% معناتها ما نكالكوليش شكون نمرو 1 شكون نمرو 2 شكون نمرو 3 يعني كيف نجي نلعب جو بخون دي بليزيغ يعني معناتها مع ليكيب ناسيونال كلا يعطيوني نخفوه ومعناتها اني جيت معناتها بور لو كور ومعناتها بولاستون حاجه معناتها شكون النمرو 1 ما يقلقنيش يعني جوست معناتها طونك شو في ليكيب ناسيونال اي ما اوبجيكتيف هو انك تكون نيميرو 1 اوبجيكتيف انك تكون نيميرو 1 هكا ولا اوبجيكتيف معناتها نتاع الناس الكل تحب تولي نيميرو 1 مي اني ليسونسيال طونك نلعب ومعناتها اني في ليكيب ناسيونال اني فرحان بعد لو غيست من ما نغزرش شكون من لي غارديان اللي تعرفهم في تونس قبل على الاقل؟ اني شكون نحب معناتها اني ايمن بلبولي معناتها
سي لو سول غارديان معناتها كيف كنت صغير نحبه برشا ونحب نلعب كيفه معناتها عنده كارير والاكسبيريونس كبيره برشا ومعناتها جو لادمير بوكو معناتها سي لو ميور كي بيس ماريفي اون في ليكيب ناسيونال معناتها نترينيوني بالبولي معناتها ناصر البدوي ما تفكروش؟ نعم بعد بالحق سي ناصر غران غارديان في تونس ومعناتها سي لوي كافي ايفولوي اون فا دير لو بوست que ce soit en équipe nationale ou fait les clubs, il a transformé ce poste en Tunisie. Je l'ai connu un petit peu avant, mais bon, après, c'est vrai que il nous donne envie de faire ce poste aujourd'hui. Est-ce que l'idole est dans le monde qui est dans le monde? L'idole dans le monde? L'idole, on peut dire que c'est Manuel Neuer. فما كازياس وفما برشا غارديان معناتها فما يقول لوريس معناتها نتاع فرنسا لعب في نيس معناتها سي اوسي ان موديل مي فما سي ناصر زاده فما ايمن بلبولي فما كلهم معناتها وين نجم نخو شويه نخو جون في مون اكسبيرونس جيسي دو بخون لو ميور دو شاكان معناتها ناصر مش كل يوم تلقى غارديان معاه غارديان ينجم يكون نيميرو 2 ولا 3 يقول لك ليدول نتاعي كنت تفرج فيه وكنت تشوف فيه حاجه كبيره يحكي على البلبولي اللي هو توا سابقه في الترتيب هو اللي ياكد انه العقليه معناتها المونتاليتي البوزيتيف وهذا بالحق حاجه اخرى نزيد نحيي عليها على خاطر هذاك هو لو ريسبي معناتها اليوم كي يحترم انسان كان موجود معاه وكان يتفرج فيه يقول هذوما من الناس اللي يعجبوني مهم برشا حتى اللي هو سي معناتها ماهوش قله معناتها تنقيس في القيمه نتاعو بالعكس هو يزيدوا قيمه وبالعكس ياكد مره اخرى انه عقليته باهيه برشا وممتازه برشا وتخليه نجم يمشي لبعيد، خاطر في الحق هو ليكيب ناسيونال واي انسان ينتمي للمنتخب الوطني هو باش يكون اول اجتهاد باش يكون الحارس الاولاني تقعد الكونكيرونس هي التيران، لكن الاشخاص ما تتمسش معناتها ايمن البلبولي عمل برشا في تونس عمل برشا المنتخب، اليوم جات فرصه باش معز خذا الفتره هذه يقعد ديما الحراس يقعد ديما القيمه الفنيه نتاع ايمن البلبولي ما نجمش يمسها حتى حد مهما كان هذه المرحله قاعده تتعدى واليوم الكلام اللي قاعد يقول فيه ياكد انه هو حتى الانتيغراسيون نتاعو انه توجد في المنتخب هذا ينجم كان يسهل له العمليه الانتيغراسيون نتاعو في وسط ليكيب. طارق ما عرفش كان عندك سؤال ولا حاجه يا معز؟ هو سؤال وتعليق، السؤال مستوحى من الاجابه نتاعو على البلبولي كيفاش اليوم ليدر نتاع معز حسن يكون كلاسي دوزيام كيفاش المعامله انا نحبك انا نقدرك انا رفيق لو بروميير غارديان مي بروفيسيونيلمون بارلون انا راني لو بروميير غارديان كيفاش ينجم يتعامل اليوم بالمعادله الصعيبه ياسر تحب ولا تكره هذه ومن المعادله الصعيبه هذه نخرجوا الى انه الكلمه اللي يقولها منصر كيبدا الجو في الفيستير باهي تنجم تعمل ايكيب باهي نتصور كو سوا ليشيل لوكال ولا ليشيل دو ليكيب ناسيونال يظهر لي اليوم وقت البلبولي بالكارير اللي عداها الكل نتذكروا مليح اون 2013 مع سامي الترابلسي البلبولي قعد على البنك ولعب معز بن شريفيه والبلبولي ما عمل حتى مشكل اليوم البلبولي ماهوش لو بريمي غارديان ولازمنا نقولوه يعطيه الصحه بالتاريخ نتاع البلبولي يلقى روحه ماهوش لو بريمي غارديان دونك نفهموا انه اليوم ليكيب ناسيونال اللي يستحق باش يلعب واللي يستحق باش يلعب من غير ما الاخر يحط له العصا في العجله خاطر هذه كانت موجوده ناصر يعرف الجو القديم كان عندنا جو خايب الحقيقه في ليكيب ناسيونال تحسن نتصور في العشريه هذيا هذوما هما لي زيماج اللي حاجتنا بهم باش يجيو ليكيب ناسيونال قبليك في الاوف قلت له لينا برشا ما ريناش غارديان صغير وباهي بريزونتابل موجود في الكاج نتاع ليكيب ناسيونال يعني كان انا مش غلط في العشريه الاخرانيه يظهر لي فوق 30 سنه اللي شد في ليكيب ناسيونال مش تلقى لاج دو 23 ولا 23 تلقاه غارديان دو ليكيب ناسيونال ان شاء الله يكون موفق وان شاء الله نعطيه قدر العباد لانه البلبولي يستحق باش ياخذ قدره اوتون كو ليدر كابيتان دو ليكيب ناسيونال ومعز حسن اكتشاف يستحق انه باش ياخذ قدره خاطر فرض روحه سمعت بعض الاصوات اللي تحكي كان ولا والصحافه فرضته لا مش الصحافه فرضته هو فرض روحه كي تشوفه في الماتش تكنيكمون كي تشوف الكومبورتمون تاعو كي تشوف لي ديكلاراسيون اول ديكلاراسيون عملها قعدت عندي قال رزين مريو ليكيب ناسيونال رزين دونك ان شاء الله نكونوا موفقين وان شاء الله هو حظ وافر ليه. خالد شنو نجم نقولوا لمعز حسن 23 غارديان نيميرو 1 توا في المنتخب الوطني نعرفش كان تنصحوا حاجه انت الجروب هذا تعرفوا ليزيشونس الكبار تعرفهم ولا كان عندك ملاحظه ليه؟ اول شيء هو فرض روحه على الناس الكل بالمستوى نتاعه كان الحقيقه مفاجاه صار ياسر للتوانسه الكل في المده الاخرى الحقيقه
عندنا مشكلة متاع حارس مرمى مش كوتي كاليتي، لكن الظروف اللي تعدى بها البلبولي مع النجم الرياضي الساحلي، الظروف اللي تعدى بها معز مشرفية، فاروق كيف صارت ماما ما كانش في أحسن حالاته ورجع توا في السعودية وقاعد يعمل في المستوى باهي. صارت ماما كان عندنا شوية شك في حراس المرمى، لكن معز الحقيقة بالمستوى نتاعو سورتو بالإيتا ديسبري، خاطر هذا اللي ينقصنا أكثر حتى من المستوى، يأكد اللي هو الحارس يعني عنده قيمة وباش يعاوننا برشا. يعني أبار الكوب دو موند راه ممكن محظوظ اللي جاء في الكادر نتاع الكوب دو موند، خاطر تونس ماهيش كوب دو موند بركة، من بعد عندنا لي كوب دافريك، عندنا ديزيشيونس اللي كبار مهمين، الجستيون تاعهم أصعب حتى من كأس العالم. ولهنا السؤال نتاعي، اسكو هو عنده فكرة على الفوتبول في الأفريق، عندك فكرة على لي كوب دافريك وما سباس الطقس الاتموسفير في الأفريق وإلا لا؟ نو لا بالحق إني جميع معناتها في تونس نغز الماتشوات نتاع ليتوال نتاع ليسبيرونس كلهم، معناتها نعرف شوية كيفاش معناتها سي فغي التيران صعيب والطقس صعيب في تونس أبخي، بعد في الأفريق جو بو با سافوار معناتها كوب دافريك جون إي جامي جوي. و سي فري جمع معناتها في ليكيب يحكيوا لي يقولوا لي سي معناتها صعيب تمشي تلعب في 40 ديغري سخانه، ومعناتها سي نوتر اتموسفير سي كومبليكي، معناتها لازم اني ديجا معناتها ان شاء الله سي جو كونتيني معناتها لازم نحضر روحي معناتها تو سا، معناتها سي فري الطقس لي تيران سي با باي كان اوروب، مي فوالا ابخي معناتها لو جروب كان عندنا معناتها ايمون بيان مي دون لو بان، وان شاء الله سا با بيان سباسي. منتصر والله نحب نسلو حاجه بون 23 تعرف اونجي نقولوا ديما لو غارديان الى تا ماتوريتي 26 27 عام، وحكينا ناس على لي كاليتي نتاعك دور نازر حكي سي لو سبيسياليست دو بوست. انا جو تو بوزي اون كيسيون، دون كيل دومين ترا روحك و تي دو بلوس بروغريسي، شنو هو لو دومين اللي تكنيكمون بارلون فين دومين تي دو بروغريسي بلوس في اون طون كو غارديان معناها نحكي. Parce qu'on a parlé, on a parlé pour ton jeu au pied, le jeu aérien, les sorties aériennes, on a parlé sur tes qualités techniquement, mais enti, en tant que gardien, je suppose qu'il y a un gros travail de vidéo, tu as mal fait les clubs. Tu le domaine littéraire où tu dois le plus progresser, comme tous les gardiens, tu as des points faibles aussi, mais fais le domaine où tu dois progresser le plus. Après, je pense déjà que tu es gardien de but, contrairement à tu as progresser. Que ce soit dans la sortie aérienne ou dans n'importe quel domaine, mais aujourd'hui, je pense que je suis avec le capitaine, avec la vidéo, je fais le placement. C'est vrai, faire le placement, ça a été. Voilà, on va dire que je suis en manque d'expérience au niveau international, le cours elle va plus vite, les joueurs ils vont plus vite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, avec le capitaine, on travaille beaucoup sur la vidéo, je fais le côté placement sur les sorties aériennes, je fais les centres ou je fais les situations de frappe. C'est vrai que voilà, il y a des domaines Hawaï où aujourd'hui il faut que je fasse بالضبط. هو احنا بنزيدو نتكلموا على الكاليتي نتاعك ولا ممكن حتى الملاحظات نتاع السبيسياليست نصر بديو بقيت الاولاد، ناخذوا فكره على اهم لي باراد اللي عملهم معز حسن مع المنتخب الوطني في المقابلات الوديه اللي كان فيها اساسي، ونرجع نعرفوا. ياخذوا من عندك ممكن انت سبيسياليست نجم تفيدنا اكثر، شنو ممكن لي بوان اللي لازم يخدم عليهم اكثر معز حسن؟ شفنا انه في الان كونتر ان عمل معناها ديزانترفونسيون باهين برشا، اذا كان انت عندك ملاحظات في بقيه المهام نتاعو في الكاج.
هما اهم الحاجات اللي معناتها مواصفات يلزم يكونوا عند الحارس باش يكون مميز. هو اول حاجه التايمينغ في الكوره معناتها سورتي دو بال معناتها كل توسكي لي سونتراج ايريان معناتها يلزم يكون الليكتور نتاعو ديما صحيحه باش يحاول يونتيسيبي في التايمينغ الصحيح في الوقت الصحيح باش ينجم ياخو الكوره على خاطر بار مومون انك في حتى من ناحيه الثقه لصحابك فما برشا ماتشوات كي تخرج وتاخو ولا تضرب ولا تبكسي نقولوا احنا بلغه الكوره معناتها مهم برشا هو لي كاليتي هذو ما عنده موجودين. انا الحق اللي شفتها معناتها لاحظتها وديجا قلناها بعد ماتش تركيا فما حاجه اللي حسيتها قلتها انا حتى كانك تتذكر في البلاتو في اللونس دي جو نتاعو هو تبارك الله عليه يلعب مليح معناتها في ساقيه مي بار مومون يلزم تكون عنده الانتيليجونس اللي صاحبك يبدا اون ديفيكولتي واحنا نعرفوا ديجا لعبنا قبل انا حتى في الملاعبيه اللي يلعبوا معايا نعرف الملاعبي انه هو تكنيكمو اكثر من صاحبه اللي نجم نعطيه حتى في وقت غسره نجم يخرج منها وفما ملاعبي تكنيكمو يكون متوسط اقل ما تعطيهش في الوضعيه اللي يبدا يكون ينجم معناتها تومو يتاكي ويفكو تولي دونجي اللي هو والادفرسير نتاعو في بالي اول حاجه نهنيها خاطر عنده دي جارديان طارق عبد العليم انا نعرفه معناتها انا اللي جبته لتونس مع طارق عبد العليم اول ما جاء الصفاقسي ونعرف لي كومبيتونس نتاعو معناتها سي ان بون كوتش معناتها انترونور هايل برشا نعرف اللي باش يعطيه اضافه ديجا اللي كان يحكي فيه طارق يخدم برشا على البلاسمون ومن اهم حاجات بالنسبه للجارديان بيوت هو البلاسمون نتاعو على خاطر بار مومون حيدر وقت اللي تبدا واقف منيح ما تستحقش حتى باش تعمل ايفور وباش تعمل بلونجون معناتها كانك انت في التايمينغ تقرا مليح اللعب وتبدا تقرا ليكتور دو جو في بالي هو اليوم عنده البروفيل اللي باش ينجم يكون معناتها ينجم يمشي لبعيد مع الخدمه مع العقليه اللي عنده هو معناتها ويزمو سيسور هو يعرف اللي بالنسبه للبوست دان جارديان ما فما حد شيء اكيد كل ماتش عنده امتحان ويوفى الامتحان اللي جاي اصعب معناتها اليوم بالضبط. كل ماتش يلعبه كل مره تزيد مسؤوليته تكبر تعرف الثقه مش سهله لكن يلزمك باش تشدها يلزمك تخدم برشا وتضحي برشا وتكون حاضر. خالد ما عرفش كان عندك ملاحظات. انا اليوم مره اللي حارس المرمى في وسط اون ايكيب تكنيك هو ليليمون لو بلوز امبورتون خاطر هو لو ديكلونشور نتاع اي اتاك رابيد دونك مهم ياسر يكون عندنا ان غارديان بوت كيما معز كيما بلبولي زاد بلبولي سي ان تري بون جوور دو بيي دونك سي تري امبورتون باش الحارس المرمى يكون يعرف يلعب سقيه ويكون زاد صحيح في لي شوا نتاعو خاطر اللي يفرق ما بين حارس وحارس انه فما حراس مرمى يقرا سيتوياسيون يعرف انه الملاعب باش يتحط اون ديفيكولتي ميم حتى لادفيرسير بعيد عليه وفما حارس جوست يراه يعطيه فهمني دونك الليكتور اللي تري امبورتونت وهذا اللي قاعد يكونفيرميه معز حسان جوست انا عندي ملاحظه صغيره اون 98 شكري لو ار تي لو ميور غارديان دو بريمي تور است كو تو بونس ا باتر معناها شكري كان احسن غارديان في البريمي تور في المونديال 98 تخمم توصل للانجاز هذا انت معز ان شاء الله علاش لا ديجا بور لاستون ديجا لازم faut que je joue déjà le premier match et les premiers tours pour pouvoir essayer d'atteindre ce niveau-là. C'est un grand gardien de Tunis. Je suis capitaine, l'équipe ou le coach pour arriver à essayer d'atteindre mon meilleur niveau le jour J. Après voilà, Rabbi Sal, il n'y a que le travail qui paye qui fait un rôle. Il n'y a pas d'autre solution. Inch'Allah, nous sommes. Nous فكرتنا في تونس طارق نلعب بيان سور يعني نحن كل متفقين انه مواصفات بناء على تصريح المدرب باش يكون لو بريمي غارديان نتاع تونس في الماتش على الاقل الاولاني نتاع لونجلتير الجواب مهم انك تتلقاه ان شاء الله انا نلعب وقت اللي نلعب الماتش لو نلعب لو بريمي تور تو نجاوبك بالحق عقليه نتاع جواب انا شخصيا تعجب ولو احنا متاكدين انه باش يلعب لانه المدرب الوطني حاطك سالناه ما قالش العكس يعني نبيل معلول وقت اللي سالناه باش يكون معز حسن نيميرو 1 ولا كانت الاجابه في معز حسن هو نيميرو 1 اما نحب نسالك حاجه في تونس عندنا فكره انه الجارديان لازم يكون اجريسيف ولازم يكون كاسح وجارح ما انا نشوف فيك عاقل ما نعرفش كيف التيران تتبدل شويه مش عاقل نو بالحق سي فري لازم نخدم انكور في نقولوا سو ما كوميونيكاسيون مع لي جوار سي فري في تونس عندهم لابيتود معناتها الناس معناتها الجارديان يعيطوا على جواريت بالحق ان بروفيم تاعي معناتها سي فري
j'essaie d'être en colo le plus performant fait les interventions de Thiaï pour donner confiance à mes coéquipiers, mais après Belhax fait la communication les amener à un peu plus ou je suis un peu plus agressif en colo. Bah tu penses qu'il faut que tu travailles sur la communication avec les gars. En colo il faut naïta jouer. Le gardien doit être autoritaire. فما وقت باش تكلم ديفونسور تقول له تقف هنا يقف هنا تو دو اتر اوتوريتير اي سا افيك ليكسبيريونس افيك لي ماتش فما مش كان في تونس انت قبيله حكي على يقول يوريس قبيله ونيس وليكيب دو فرانس انا سمعته في انترفيو قال جو دو افوار جو اتر اوتوريتير في اوقات ما تنجمش باش تلحلح به ديفونسور تقف هوني انت تقف هنا هذيك الاوتوريتي نتاع الكارديان خاطر هو يفوا لو جو هو هذا بالعمر بيان سور 23 ans مازال في ماتشات الاولانيين مع ليكيب ناسيونال مي بالعمر يفا افوار الاوتوريتي هذايا وبلو معناها لي كونسيين نتاعك تكونوا في بلاصتهم. اول حاجه اللي باهيه فيه تحسوا معناتها في اللي بالاوت سيرتو في اللي بالاوت لا وين تظهر شخصيته معناتها شفتوا انا معناتها في اخر مره معناتها بار مومون يطلع يبكسي معناتها يضرب مي سون فو معناتها بالنسبه للجارديان اوبجيكتيفه الوحيد صاحبه الادفيرسير مي يهموش يخرج ساقه ويطير الناس كل المهم الكره ما تعديش هذاك معناتها فما القانون الكره معناتها بالنسبه لي هو باش يكون ديسيزيف على خاطر ما عندوش حق لكن باش نقول له انا فما بار مومون اللي هي لي شوا نقولوا احنا اللي تجيو بالاكسبيريونس مع احسن تعرف بعد ساعات بار مومون حيدر بالنسبه للبوست دان جارديان بوت بعد ساعات الكره تبدا طايحه على جنب L'intelligence du gardien et lecture de jeu, Mohamed Barsha Akhtermin Sana, Maltaji, Fiha, Wachtesh l'attaquant, il est rasu, Wachtesh par moment, Khali Yamel Shuam Tia ou Bishinti Tesrak en Osmitro, Khatr par moment, tu es obligé de Tesrak dans le cage, tu es obligé de Bishter Bahmitro ou Nosmitro, il est décisif, 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 mais le profil, le haq, il est موجود. معزي يخوفك اكثر لوكاكو ولا هاري كين ولا حتى واحد اعطيني اجابه تفرحني معلم راهو الكل ناويين على دوزيام تور حتى واحد ما يخوف معناتها كل سي دو جوار معناتها سي ديزيتر هومان معناتها خاف كل من ربي معناتها كل جوار معناتها ما يخوفناش حتى كيف حكينا ماريكان مع ليكيب كسوا معناتها لانجلتير ولا البلجيك احنا اليوم تونس عندنا جمعيه كبيره وحتى حد ما يخوفنا معناتها كسوا هاري كين ولا لوكاكو يجي ان لوبجيكتيف نتاعي ما ماركيش لا معز وخي احنا نحبوا نمشيو للدوزيام تور هنيني فما الحكايه هذيا تحكيو فيها انه نجموا نمشيو للدوزيام تور عندنا البوسيبيليتي بينات بعضكم معناها فوزيت اوبتيميست انتم متفائلين بالكلام هذايا احنا معناتها عندنا كونفونس الكوتش ديجا عنده كونفونس كبيره في ليكيب وحنا عندنا كونفونس كبيره معناتها في انتر بارتنير احنا كيف ندرزلو ليكيب وكيفاش لعبنا في الماتش الماتش بريسيدون تقول نجم نمشيو حتى الكار نقولوا احنا عندنا اوبجيكتيف معناتها اون بو اليش كون كارد فينال علاش لا شو نيمبورتي كيف تقول فيها اللي تقول فيه كونسيون معز خويا مي وي شو كونسيون نو ما اني عندي كونسيونس خاطر ليكيب نتاعنا كيف تغزو جوار بار جوار عندهم كاليتي انورم وكيفاش معناتها احنا نحكي والكوميونيكاسيون كيف ترى في التيران وكيفاش نلعبوا اون بو دير كو اون بو الي تري لوان مي اجوردي معناتها في الكوره لازم فو با بارلي فو les axes sur le terrain معناتها احنا شنو نعملوا ماتش بار ماتش وبعد ربي سهل نشوفوا نجموا مي لوبجيكتيف لازموش نقولوا دوزيام تور لازم نلوجوك معناتها بعيد و بور كون بيس ريوسير معناتها عندك فكره على انجلترا وبلجيكا الامكانيات نتاعهم لي بوان فوبل البوان فيبل بوان فور نتاعهم نو بور لاستا احنا غاس كونسنتري سور لاسبان معناتها عندنا ماتش في لاسبان On va se concentrer sur l'Espagne ou بعد l'Angleterre تا وجي في وقت ومات. بالضبط. احنا بعد شويه باش نحكيو على المنتخب البلجيكي، المنتخب الانجليزي مع منتصر وخالد وتحليل مقابلتهم الوديه الاخيره، نقاط القوه ونقاط الضعف، بوب ونرجعوا لليكيب مونديال.